تؤيد قوي حكايه البلاتفورم. يعني ياسمين رئيس عامله دلوقتي مسلسل، الاقي الناس بتشوف 60 دقيقه وشغوفه ان الحلقه تنزل يوم الاربعاء وبيدوروا عليها، مع ان ياسمين رئيس ليست بنجمه شباب، بل ليست بنجمه اصلا، ولكنها ممثله جيده استطاعت انها تخطف الاضواء وتتابع من خلال مسلسل على شاهد. هل لو هي عامله ده في فيلم هينجح؟ هو احنا لسه في مشكله نجمه الشباك السينما دي عمرها ربع قرن على الاقل، في اختفاء ربما بمحاولات لياسمين عبد العزيز، يمكن هي الاسم الوحيد اللي عنده شباك من كل النجمات. ده لا يعني ان النجمات منى وهند وغيرهم ما لا يمتلكنا ادوات التعبير، يمتلكنا وعندهم جاذبيه، لكن جاذبيه الشباك لا يزال موضوع تاني. ليه تعرف فريد شوقي؟ فريد شوقي دايما بيعتبر نفسه تلميذ محمود المليجي، بس الناس ما تقطعش تذكره للاستاذ محمود المليجي وتقطع تذكره للتلميذ فريد شوقي. فهي نجوميه الشباك دي مساله بتدخل فيها عوامل كثيره، الجزء المخفي منها اكبر من المعلن. لان نقول ليه محمود المليجي ولا زكي رستم مش نجوم، ولا محمود مرسي، العمالقه دول وغيرهم طبعا من الاسماء، ليه مش نجوم شباك وعمر الناس ما ضاعت التذكره لهم برغم ان هم بيسقفوا لهم؟ ومع الزمن نبتدي نقول يا شوف، محمود مرسي عمل 25 فيلم، كل تاريخه 25 فيلم، بس ال 25 فيلم منهم على الاقل 15 فيلم من افضل افلام السينما المصريه. في شيء ما حدش مسؤول عنه، يعني نجوميه الشباك فيها شيء غامض عن يعني الناس حبت سعاد حسني في حسن ونعيمه سنه 59 وكانت لسه مش عارفه تمثل، لكن بقت نجمه شباك باراده الجمهور. اللي انا ملاحظه اختفاء ده، وانا ملاحظه ايضا المجتمع بقى قاسي، مجتمع قاسي على المراه، وقد يكون من ضمن القسوه انه مش بيقطع لها التذكره. هذا المجتمع ذكوري، وانا بتصور ان محتاجه لدراسه. ليه ممكن تجي لي البيت يعني اتفرج على المسلسل او على المنصه في البيت، انزل من بيتنا ما بقطعش تذكره للنجمه اللي انا بشوفها عندي في البيت مجانا، لكن ادفع؟ لا، ادفع للرجل. في شيء ما، في تكوين ما، في تراكم ما. يمكن اشارت جميله للكوميديا، والكوميديا عندنا رجل مش امراه، النساء الكوميديانات قله برغم نجاحهم زي شوكار مثلا وسهير البابلي، يعني اسماء كانت جميله حتى وكان لها حضور على المسرح والناس تروح لها المسرح وكله، لكن تظل هم العدد الاقل، الرجال هم اللي بيضحكوا. فلما السينما قررت ان تضحك فايضا كان الرجال من اول اسماعيليه، كان نقله فارقه بالمناسبه في تاريخ السينما.